أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. اليوم سوف نذهب إلى مدينة السلط، إلى بلدية السلط، إلى السلط، السلط التاريخ، السلط الحضارة، السلط الخدمات، حيث سنذهب إلى هذه المدينة من خلال بلدية السلط الكبرى. لا السلط فقط المدينة، أيضا قراها التي تحيط بها كالسوار هناك. ونستضيف الحديث اليوم عن السلط تاريخا وحضارة وخدمات عطوفة رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان. أهلا وسهلا بك أبو المعتصم، يا مرحبا. الله يعطيك العافية، أنا شاكر هذه الاستضافة لقناة اليرموك، وإن شاء الله نوفق بأن يكون خفيف الظل على المواطنين في إن شاء الله. طيب اسمح لنا نشوف السلط شوية من خلال تقرير شاشتنا. تفضل. إحدى حواضر بلاد الشام الباسقات، حارسة فلسطين والتوأم الشقيق لجبل النار، تربض على الطريق القديم المؤدي من القدس إلى عمان. هي السلط، إحدى مدن الإسكندر المقدوني، عاصمة البلقاء، وهي مدينة الأدراج الحجرية بلا منازع. تعتبر المدينة الرابعة أردنيا من حيث عدد السكان. لأهلها صولات وجولات مع التاريخ. القرن الحادي والعشرون، ماذا فعل بهم اليوم؟ للسلط مع الأوائل حكاية، فيها أول مسجد بني بالعمل التطوعي وجمع التبرعات، مسجد السلط الصغير في العام 1905، خرج منها أول مهندس أردني، وفيها كان أول رئيس وزراء يعلم ويدرس في مدرسة السلط. إنه الرمز المرحوم وصف التل. وهي من أول من أنشأ غرفة تجارية في الوطن العربي عام 1882، وكانت صاحبة أول شبكة إنارة عام 1923، وفيها أول مدرسة ثانوية بالأردن، هي مدرسة السلط للبنين، وأول بلدية في تاريخ الأردن، وتأسست سنة 1887. أول وأول وأول، وكأن السلط لا تشبع من الريادة. فما أخبار السلط اليوم؟ إذن ما هي أخبار السلط اليوم؟ ختمها زميلنا من خلال التقرير. وبحب أنوه أعزائي المشاهدين أنه موجود معنا المهندس خالد الخشمان عطوفة رئيس بلدية السلط الكبرى. أيضا أرقام التواصل معنا موجودة في أسفل الشاشة، إذا في ملاحظات، في استفسارات، في أي شيء حابين دردشه أيضا مع رئيس البلدية لا مانع لديه ولا لدينا. صحيح مهندس خالد؟ يعني أول شيء التقرير أثار فيه شجون، يعني أقدم مدرسة، أول بلدية 1903، أنتوا أول ناس أوضت عليكم بالأردن الكهرباء. ويعني السلط لها مكانة كبيرة عند الأردنيين. هل إدارة بلدية السلط، إدارة العمل البلدي للخدمات المحلي، سهل في مدينة عريقة كالسلط؟ يعني لها مزاجها ولها عرقتها حتى في العمل البلدي والإدارة. مهندس خالد. سيدي الكريم، يعني أول شيء أشكرك على التقرير الطيب. يعني عندما تتحدث عن مدينة الأوائل، المدينة الذهبية التي نسجت تاريخ الأردن المعاصر، تتحدث عن منطقة مدينة التراث التي شهدت بداية البناء العمراني المتميز، وتتحدث عن منطقة ذات تضاريس صعبة رابطها الأساس كانت الأدراج، وتتحدث عن شوارع كانت ضيقة في وسط المدينة. هذا كله يفرض هالة من الجلال، لكنه يشكل تحديا للعمل. صحيح. فعندما تتحدث عن مدينة تراثية ومنطقة يسكنها أهلها، يعني التراث ليس مهجورا، يعيش فيه أهله، تتحدث عن خدمات يجب أن تؤدى لتكون على مستوى المسؤولية. تضاريس السلط الصعبة تفرض عليك حالة من التحدي لإنجاز العمل، وتفرض عليك كلفة إضافية لتأدية العمل، لكنها بفضل الله تسير، لأن الله وضع في هذه المدينة الخير، فهي الأرض التي بارك الله فيها
من أكناف بيت المقدس. نعم. فلا يمكن أن تبقى السلطة إلا رائدة وحاضرة ومتميزة بأهلها وخدماتها ووجودها على الساحة. نعم، وستبقى رائدة إن شاء الله رب العالمين. يعني أبو المعتصم، السؤال بتبادر للذهن، حينما تحدث بلدية السلط الكبرى نعني فيها السلط وسوار من القرى. نعم. لو حدثنا عدد القرى إذا في، يعني تستعرض أسمائهم بصورة سريعة بعد. أولا السلط هي عبارة عن تسعة مناطق. تسعة مناطق. السلط القصبة كما تعرف، ثم حواليها ثمان مناطق، بدءا شمال السلط زي وعلان أم جوزة. نعم. قرى الخرابشير، ميمين، ووادي الحور، واليزيدية، وأنا أتحدث عن نقاط رئيسية. نعم. طبعا بينها تجمعات فرعية كثيرة، عشرات صحيح. عشرات من القرى المتواصلة، وأتحدث عن مناطق العيرة ويرقى، هي مناطق إخواننا البلقاوي العبابيد الأكارم. فهذه المناطق التسعة هي المكون الرئيسي، المكون لبلدية السلط الكبرى، وبنسيجها الطيب بتفاصيلها المتميزة باختلاف جغرافيتها. نعم. نعم. يعني بدنا نبدأ الآن نستعرض شيئا فشيئا الحديث عن السلط. نعم. حينما قطعا من المجلس البلدي الجديد وأنت. نعم. رئيسه، استلمتم إرث من مجلس بلدي كان معين، يعني لما. نعم. كان الانتخابات غابت عن المشهد الأردني، هل استلمتم البلدية بميزات أم أن هناك كان ثغرات مديونية نتحدث عن يعني ترهل إداري؟ يعني خلينا نأخذ كيف استلمتوا التركة أنتم. يعني حقيقة أنه إحنا لا نريد أن نبخس الناس يعني قدراتهم، لكن أتحدث أن العمل البلدي شهد تراجعا منذ فترة طويلة. نعم. وأسوأ مراحل العمل البلدي وتراجعه كان فترة التعيينات واللجان المعينة. حقيقة أنه يعني دائما عندما تكون منتخبا تكون مسؤوليتك أكثر باتجاه المنطقة. هلأ في الفترة حقيقة الأردن مر بضائقة اقتصادية واضحة، انعكس ذلك على المواطن وانعكس ذلك بالأساس على البلديات، على الخدمات. لذلك نعم. نعم. لذلك أولا كان هناك عدم تحصيل في البلديات. اثنين، هناك نقص في الموارد المالية. ثلاثة، هناك تراجع في تقديم الخدمة. أربعة، هناك يعني سقوط لكل المعدات والآليات الموجودة من حيث ميكانيكيا. وبالتالي تم استلام البلدية، ليس هناك مبالغ ولا رواتب تكفيها. المعدات وضعها سيء جدا. الترهل الإداري وما نجم عنه شكل معضلة. يعني مثلا احنا استلمنا البلديه مسجل لدي 210 عامل وطن. وحقيقه الواقع كم كان عندنا 93 عامل وطن، يعني في عندنا حوالي 117 عامل وطن محولين الى جهات اخرى والى تخصصات اخرى لا يعملون في 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 في, في المجال المخصص له. نعم. يعني كيف تعاملت معها؟ يعني هاي الأربع ملفات الخطيرة اللي هي سقوط المعدات، التراجع في الخدمات المالية، وعدم التحصيل، وأيضا قصة الترهل الإداري، يعني وكيف تعاملت معها أنت؟ أولا بخصوص المعدات، تعلمون أنه يعني أن تقدم الخدمة بحاجة إلى كوادر بشرية. نعم. ومعدات وإدارة. فالخدمة المطلوبة المباشرة كانت النظافة، الفتح والتعبيد، الإنارة، هذه خدمات يلمسها المواطن مباشرة. صحيح. وتشكل فارق في حياته. دخلنا على أول ملف كان ملف النظافة. طبعا وصلنا في 93 عامل نظافة، هذول العمال مقسمين بين عمال على الضاغطات يرافقوا الضاغطات، وعمال برافقوا الديانات، وعمال كما تعلمون أنه السلط طبيعة الضريصة الصعبة في استخدام للدواب، يعني الدواب. وبالتالي كل دابة معها عامل. فبمجمل هذول اللي بيشتغلوا على 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 كان عددهم 72 واحد. من أصل 93 بقي 21 كناس يعمل مباشرة في الشوارع على مساحة 80 كيلومتر مربع. هذا رقم صعب. هذا رقم صعب. نعم. نعم. كان لابد من قضيتين أساسية. الأولى زيادة عدد ساعات الدوام، شفتات متتالية. اثنين، إعادة تجهيز المعدات والآليات. وفعلا أول شهرين استطعنا أن نعيد إحياء، أنا أقول إحياء لأنه كانت مدمرة، بعض الآليات، بعض الضاغطات. وقمنا خلال ثلاثة أشهر الأولى بتوريد خمس ديانات جديدة. نعم. لأسطول البلدية على حساب البلدية. فبلشنا نحسن بالمعدات والآليات. اثنين، كان هناك مجموعة من العمال الوطن موزعين لخدمة المؤسسات الأخرى.
اقصد المؤسسات، يعني تروح على الاتحاد، على بعض الاتحادات، على المحافظه، على 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 كان لديها كثير من عمال نظافه بيشتغلوا مراسلين. فاول قرار كان سحبت كل الموظفين العمال النظافه الموجودين لدى كثير من المؤسسات وعدتهم للبلديه. هذا رفع لي حوالي 14 عامل نظافه، و14 عامل نظافه يشكلوا فارق في ظل، يعني انا رفعت الكادر 15%. الموضوع الاخر هي الرقابه. يعني اي موظف قد ما تتعامل معه وقد ما لابد ان تكون عين ساهره عليه، اولا يشعر بوجود المسؤول ومشاركته في الموقع، ثلاثه تحسسه بانه مسؤول، مسؤول عن اداره موقع معين، وبالتالي انت تحاسب على هذه المسؤوليه. فكانت هاي خلقت روح من التحدي لدى كثير من العمالنا. وللانصاف يعني كان نفس المقدرة ونفس الآليات ونفس الوضع المجلس البلدي، إلا أن هناك تحسن ملموس من اليوم الأول. وأقول من اليوم الأول، فعلا كانت من اليوم الأول. هلأ الموضوع الآخر، بدك تدير البلدية بده يكون عندك سيولة. وفعلا بدأت حركة الموظف. طيب، تسمح لنا مهندس قبل ما نروح على السيولة، أعتقد أنه موضوع مهم. نعم. عندنا تقرير لرأي المراجعين في البلدية في المعاملات داخل البلدية وتعاون الموظفين فيها في بلدية. بعد إذنك نستمع مع بعض، بعد نشوفه مع بعض. رجعت بلدية السلط، كثير الخدمات كويسة ممتازة. أقل من 5 دقائق كنت طالع من المثقفات، قسم المثقفات عواد تعبيد، على شوية فلوس، خدمات كثير حلوة ممتازة وسريعين بالشغل. بس في شوية ملاحظات، يعني زي مدخل السلط، مدينة السلط بسبب أزمة كثير شديدة، في تحاويل لازم يتابعوها ويسكروا المناطق اللي ممنوع تمر منها تسكير كامل حتى الأمور تمشي تمام. وفي عندنا كمان برضو عند مجمع الدوائر الحكومية المناصير في شوية يعني شغلات ملاحظات، يعني بالنسبة للطريق شارع عريض بس فيش مطبات، فيش تحذيرات، منطقة دخول لمجمع دوار حكومية 22 دائر. الزلمة شغل بيشتغل، وبعدين شو الزلمة متحرك، والزلمة يعني بدهوش منها شهادة، لأنه رجل ربنا الله ما عليه حكي بساهل، لأنه والله إنه هو اللي بيصلح البلدية، مش مرة مرتين لازم ياخذوا ثلاث، لأنه أنا شايفه بعيني إنه بيشتغل، والقلبات الشغل العمال كل بيشتغل من عنده، لأنه هو واقف على رأس العمل وبيشتغل صحيح. نقل الملكية من مؤسسة الإسكان لبلدية السلط، ولقيت معاملة سهل يعني، وبساعة الحال متعاونين، موظفين متعاونين، وبشول إياها بساعة الحال، بس في بعض الإجراءات هيك. رئيس بلدي ممتاز كويس والله، من أجا كل شيء جاهز، يعني بسهل الأمور، ما بيش معاملات كويسة، وبسهل الأمور للمعاملات الناس، وشغل الشوارع التسفيت ممتاز ما شاء الله عنه، يعني ما بيش أي اعتراض، يعني أفضل زي غيره وأفضل من غيره، ممتاز ما شاء الله عنه. يعني بلدية السلط وكالمهندس الخشمان، يعني الحمد لله رب العالمين، أنجز لنا شغلات كثيرة في السلط، وحسن شغلات كثيرة، وطور شغلات كثيرة، يعني سوى يعني مدخل السلط يعني زبطه، كنظافة في السلط صارت ممتازة، يعني قبل كانت يعني عبارة عن أشياء كثير يعني تشوفها في الشارع، نفايات يعني كوام، يعني كوام هائلة، بس الحمد لله رب العالمين لما جاء المهندس حسن شغلات كثيرة، حتى على مستوى إنجازات البلدية تغيرت وصار في تطور، والحمد لله رب العالمين. يعني أقل معاملة يعني بتفوت على البلدية ما بتفوت إلا طالع، يعني بالكثير يعني دقيقة دقيقتين يعني. طلب المعتصم يعني يعني معروفه انه بالسلط ترى مش عندهم اللي بده ينتقدوا بينتقدوا، ما فيش مجامله، لكن يبدو انه في شيء، عملت شيء بالبيروقراطيه تبعت جوا البلديه، شو السر؟ سيدي الكريم، بجوز كثير من المواطنين بتابعوا كاليه عملي، انا نعم. اصلا يعني معظم المعاملات بنزل على الدائره المختصه، بتابع المعاملات مباشره بحيث اني احصل اعطي المواطن فرصه انه يخلص بسرعه.
اثنين يعني اتبعت سياسة الباب المفتوح. حلو. يعني بابي لا يغلق أبدا. المواطن بيجي مرات بيجتمع عندي حوالي 15-20 مواطن بقول لهم اقعدوا يعني يعني حتى بالمناسبة لما يشاهد الإجراءات اللي بتتم أول شيء يقتنع أنه إحنا مفتوحين كأنه مشارك كأنه مشارك بصنع القرار. اثنين يشعر أنه ما فيش واحد بتميز عن الثاني. وترى المواطن إذا أعطيته من العدل وشعر أنك أنت عم بتعامله بالمنوسة ما عندك واسطات أبو المواطن ما عاد فيه ما عندك واسطات أبو المواطن إن شاء الله ما فيه أبداً, أبداً, طيب. أبداً. ثلاثة يعني دائماً بنقول لأخواننا الموظفين إنه صاحب الحاجة أرعن. مرات بيكون واحد صاحب حاجة بدك تتحمله, ومرات للأسف الشديد يعني بيجي هو يعني متحامل بطريقة مش طبيعية وإن شاء الله بطلع مبسوط. كثير من القضايا للعلم يعني أنا بجوز إخواننا بيعرفوا في قضايا صلها معلقة سنوات طويلة ولا تستحق أن تبقى أيام بسيطة. فالحمد لله رب العالمين كثير من القضايا حليناها. هلأ أهم شيء إنه يعني لا يوجد نية لدى البلدية ولا واحد بيقدر يأخر معاملة مواطن, لأنه يعلم إذا لا سمح الله اعترضوا واحد بطريقة خاطئة في باب مفتوح في بالبلدية. نعم. وهذا شيء جميل يعني احنا نحييك عليه وشاهدنا بأم عيننا يعني وليس يعني من باب المجاملة. أحد الإخوان تحدث عن النظافة قبل النظافة التحصيل. أنت كنت تحكي عن التحصيل كان شو اللي خلاك تخلي السلطة يصير يدفعه؟ والله يا سيدي أقول لك شغلة يعني موازنة بلدية السلطة الكبرى في 2012 اللي قبلينا بسنة كانت حوالي 5,100,000. استلمنا البلدية كانت بواحد بكما هي في 28/8/2013 كانت مجموع التحصيلات 3,164,000. في 31/12 كانت تحصيلات البلدية 6,218,000. جواز الميزانية يعني وفر 3 مليون في 4 أشهر ما شاء الله, في حين أنه 3 مليون كانت في 8 أشهر. يعني هذا ضعف الكم. هلأ أنا بقول أنه كمان المواطن حقيقة في لمس خدمات إضافية, لمس تفاعل فبلش يدفع. اثنين هلأ إحنا ما نستطيع أن نقسطه في بعض القضايا, نستطيع أن نقسطه لجأنا إلى التخفيف على المواطن والتقسيط شوي تسهيلات يعني. نعم تسهيلات. ثلاثة العام الماضي أصدرنا إعفاء من الغرامات واستفاد منه كثير من المواطنين. ثم بعض القرارات التي تم اتخاذها بالتعاون مع نقابة المهندسين, وأنت تعلم أنه أنا برضو نقيب المهندسين في محافظة البلقاء, تم حل مشاكل البيوت القديمة أنه أعطينا مدة 6 أشهر إعفاءات بشكل كبير, فكثير من القضاء من البيوت رخصناها وأنهينا كثير من المشاكل. فهذا أدى إلى الرفع. اثنين زي ما قلت لك برضو المواطن لما يشعر أنه في خدمة تقدم يعني ببلش يشعر تستحق البلدية إنها تأخذ مني لأنها بلشت تأدي لي. وهذه قضية إنما يشعر المواطن أن الفائدة تعود له. أنا بتوقع إنه أبناء السلط ما بيبخلوا على بلديتهم بدفع المواطن. صحيح صحيح. ميزانية 2014 قديش كانت؟ ميزانية 2014 إن شاء الله هلأ إحنا السنة إن شاء الله سنتعدى 7,400,000. وهذا مؤشر أيضا على التحصيل مؤشر, نعم إيجابي جدا. إن شاء الله قد نتعدى 7.5 مليون. بتعرف هذا العشر أيام الأخيرة هذول يعني إلها دور كبير في التحصيل إن شاء الله. هذا أنت بتعرف أن أخوالي سلطي كنا لما ننزل لما نيجي من عند المستشفى نسأل كيف بنوها هاي يعني كيف بنوا الصلط, شو التركيب الهندسية هاي بتعاني منها أنت كرئيس بلدية. طبعا هي تحفة بحد ذاتها, لكن فعلا بتتفرج عليها تقول كيف, خاصة اللي بكون بالسجن كيف بنوها يعني كيف تتعامل معها الآن كبنية تحتية كتصريف صحي بهذه التعقيدات, ولا هي أصلا في شبكات وجاهزة وأمورها تمام حقيقة. خلينا نحكي نسجل أنه يعني السلط كانت المبادرة في إيجاد الخدمات لديها لكن تضاريس السلط الصعبة فرضت حالة صعبة. هلأ أولا تضاريس صعبة إلها إيجابية ولها سلبية. إيجابيتها أنه يعني تقدر تمشي باي جرافيتي وتصرف المياه لأنه بتعرف المناطق المبسطة صحيح. بتكون سلبيتها أنه التسارع وشدة الجريان دائما بتسوي كوارث صحيح. تذكر أنت وانت عشت بالسلطة بتتذكرها أنه كثير في المناطق كانت تجمع عنا مياه وتغلق الشوارع في كثير من المناطق. نعم. هلأ هاي الفكرة إحنا يعني أنا بجوز قبل أن أكون رئيس بلدية أنا ابن المدينة ورئيس مجلس نقابة المهندسين وبالتالي لدي شركة هندسية, فأنا كنت أرصد ال4 سنوات الماضية قبل الانتخابات رصدت كثير من القضايا الموجودة, وبالتالي بجوز المواطنين شعروا أنه من اليوم الأول لاستلام رئاسة البلدية
كان هناك عمل مباشرة يعني ما كان بدي أعرف شو المدينة. هلا قبل ما أبلش كان عندي رصد ل 22 موقع خطر يشكل تجمعات مياه يعني تشكل ضرر للمدينة وتلعبها. بدأنا بها كونها بتأثر. هلا لما تيجي تقول مدخل الصلد الحمد لله رب العالمين بكل الأمطار اللي نزلت لم نجد أي مشكلة. صارش هناك تجمع. نعم. في كثير من المواقع كان تجمع وكانت فيها مشاكل انتهت. لا نقول إنه أنهينا كل شيء حتى نكون واضحين. لكن نقول أننا نسير بطريقة منتظمة هندسية ومتتابعة نبدأ من النقطة الأصعب إلى الأقل صعوبة وصولا إلى الحالات الفردية. هلا عالجنا كثير من الحالات الفردية يعني مرات في ناس كثير بتدهمهم المياه. صحيح. لكن هاي كثير من القضايا انتهت. بس لا نقول انه انتهت لكل المواطنين حتى يكون الاخوان عارفين. لكن طالما انت بتشتغل وطالما لما تصل المشكله تحل مباشره معناته ان شاء الله سنصل الى مرحله نعالج كثير من القضايا. 22 بوره اللي رصدتها قديش انحلت منها بس بعد الاتصال؟ نعم. بعد اذنك بدات الاتصالات تجينا وباكد انه بامكانكم التواصل معنا على ارقام هواتفنا الموجوده اسفل الشاشه وتدخلوا في ابداء الملاحظات والحوار مع عطوفة رئيس بلدية السلطة الكبرى المهندس خالد الخشمان. معنا الآن محمد العربيات. تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رفعونا الصوت شوية. يعطيك العافية سيدي. هلا أخوي محمد تفضل. نحب نمسي عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. كيف حال عطوفة المهندس خالد؟ حبيبي الله يسلمك. أهلين. الله يعطيك العافية سيدي. نشكر جهودكم الطيبة في السلطة الواضحة. الله يسلمك. لكن في لنا عتب يعني عليكم. منطقتنا احنا منطقة سواده جنوبي خلف سليمان النابلسي. احنا منطقتنا فيها تقريبا بجوز حوالي 3 سنين مسافة 2 كيلو ما فيها وحدات انارة نهائيا. واحنا راجعناكم اكثر من مرة يعني في البلدية ووعدتونا بتركيب وحدات لكن وحدتنا منطقتنا في الليل عبارة عن طلطميس اسود. فنتكرم من عطوفتكم يعني وانتم رقم زرتونا ما شاء الله عليكم وجهودكم يعني واضحه في السلط. فنتكرم عليكم لان نقولين احنا على شتاء وتعرف يعني مسافه طويله شوي. راح تسمع الاجابه اخوي محمد. احنا يعني احنا حريصين على سواده برضه يعني ما يصيرش فيها طلطميس. عرايك اسمها منطقه وادي سواده فبالحب معروفه على معروفه عند المهندس راح يجاوبك عليها المهندس. اشكرك اخوي محمد عربيات من السلط. ايش ممكن نحكي للاخ محمد؟ اخوي محمد بيعرف انه منطقه سواده احنا فيها وحدات لكن المناطق اللي بيحكوا فيها يعني في جزء منها لم ما فيهاش وحدات حقيقه يعني بس يعلموا الجميع انه احنا الفتره الحاليه بدانا بتركيب وحدات في مناطق مختلفه من الصلد. يعني مثلا بلشنا في منطقه الرابح باتجاه كفر هودة. هلا عندنا بنركب مرحله مرحله. يعني تركيب الوحده بياخذ وقت. صحيح. كم آلية عندكم للتركيب بالله؟ اولا بدي يعرفوا المواطنين انه تركيب الوحدات هي احنا بندفع لشركه الكهرباء تركبها. لا يجوز للبلديات ان تقوم بتركيب لا تغير اللمبه ولا تركب وحده شغل الكهرباء. فبالتالي احنا يعني بندفع لشركه الكهرباء فلوس مقابل تركيب الوحده مبلغ مالي ومقابل صيانه اللمبه مبلغ مالي. هلا لما عندما تقول في ورشه الورشه هذه يعني بحاجة للإخوان يعرفوا أنه لما تقول بالورشة بتركب 10 وحدات باليوم. نعم. طيب يعني أنا لحد الآن صرت مركب حوالي 950 وحدة وهو شيء لم تركبه بلدية السلط في 9 سنوات. نعم. في 9 سنوات هاي أنا بحكيها وللعلم. وبتعرف أنه إحنا هلأ إخواننا بدهم يعرفوا أنه لما استلم المجلس البلدي الحالي زمام الأمور قامت الدولة الأردنية والحكومة الأردنية بإلغاء ما يسمى دعم الإنارة. يعني كانت الدولة تتحمل 50% الحكومة وإحنا نتحمل 50%. لما استلم المجلس البلدي المنتخب صارت كله على شركة الكهرباء. قرارتك الدكتور عبد الله يا سيدي الدكتور يعني. ما بقصر. والأهم من هيك يعني تعلمون أن المقطوعية زادت على سعر الكيلو علينا. واعتبارا من 1/1 تزيد 15%. إحنا لدينا فارق بكلفة الإنارة فقط بفاتورة الإنارة ما يزيد عن 750,000 دينار. يعني لو قارنا 2014 ب 2013
في 750 ألف دينار كلفة إنارة إضافية. عندك خطر إنارة السلط كلها يعني هاي الوحدات ونخلص من الملاحظات زيك مثلاً. سيدي خلينا أقول لك. ولا خلال فترتك هاي كيف عندك خطة يعني؟ هلا إحنا لما تقول إن إحنا. الوتيرة نفسها يعني السنة الجاية راح نشوف 950 وحدة أخرى. إن شاء الله إحنا هلا ما ضلش غير مناطق محدودة وغير محدودة. بس بدي أقول للإخوان. تفضل. بدهم يعرفوا كمان. هلا مسؤولية الإنارة هي للإنارة داخل التنظيم. إحنا عنا داخل التنظيم داخل حدود البلدية و. خارج التنظيم داخل حدود البلدية وخارج البلد حدود البلدية للعلم في بلدية السلط الكبرى مع أنه الإخوان بعضهم ما بدفعوش نفايات وما فيش لهم أي التزام باتجاه البلدية إلا أن بلدية السلط الكبرى تقوم بتقديم الخدمة الإنارة والنفايات وفتح التعبيد سواء داخل أو خارج التنظيم وهو عبء إضافي لأننا نشعر أن المواطن ليس ذنبه أنك أنت ما دخلتوش التنظيم. نعم النهاية هذا مواطن خارج حدود ابن البلدية مرات؟ هلا مرات في خارج حدود البلدية نعم. يعني أنا بحكيها بوضوح. باعتبار أنهم يعني جزء من نعم. هلا أنت يعني المواطن بدي إياه يدرك أنه خارج حدود البلدية مش مسؤوليتي. خارج التنظيم برضه مش مسؤوليتي، لكن هل تستطيع أن تقول لابن السلط أنت خارج التنظيم؟ بقول لك يا أخي دخلني التنظيم. نعم. طبعا إذا بدي أدخل التنظيم بترتب عليه توسعة التنظيم مبالغ ضخمة، فعم بنقدم الخدمة ولو كان خارج التنظيم لغاية واحدة أنه يستحق الخدمة لأنه ابن السلط بالنهاية، ما بقدر أحرمه الخدمة حتى لو مش مطلوبة من البلدية. نعم. فهذه الرسالة بدي أوصلها لأخواني أنه إحنا سنخدم المواطن، وأنا بقول شغلة علنا أن سنخدم المواطن بغض النظر أنه له التزام باتجاه البلدية أو عدم طيب التزام. ما سمعت بعد إنك شو طيب يعني هل توزيع الإنارة برضو مهندس يعني الورشات بعدالة بين المناطق أكيد. يعني قطعا ما بتقدرش تتحرك يعني بتقدرش تظلها بنفس المنطقة بيوم بعتقد انه يعني هلا يا سيدي انا انا الاخوان اللي شافوا الفرق بالعمل زمان كانت اول مستلم من البلدية كانت مثلا ورشة الإنارة تطلع تسوي مثلا لمبة في الصافح نعم. تنتقل بعد شوي توديها على السلالم بعد شوي بالسيرو تنتج 4-5 لمبات لكن احنا هلا ما بنشتغل النظام هذا احنا بنطلع نسوي كشف شخصيا انا بطلع ليلا حلو. بكشف على المنطقه بالكامل بقول مثلا منطقه الصافح فيها 15 لمبه في الشارع الفلاني ثاني يوم تطلع الهاي بتيجي بتاخذ كل المنطقه نعم واذا ما كشفنا ليلا بالنهار مثلا بنكلفهم يروحوا على منطقه السلالم بيجوا بولعوا المحول صباحا بيشوفوا كل اللمبات الطافيه بتتغير لانه زمان كانت تيجي على الشكوى هلا لما يجي يقول لك انت اجيت صلحت لمبتي بس جاري ما صلحتلوش لمبتك او العكس لا يدرك انه هذا له عندي شكوى وهذا ما لكوش شكوى فعشان ما تصير نخفف على المواطن حتى جيتوا على البلديه صرنا نشتغل مناطق بحيث تطلع من المنطقه منتهيه هلا اخواننا في ان شاء الله الفتره القادمه سيشهدوا تغيير في الاناره في منطقه سوداء احنا عدلنا كثير وصلحنا كثير ومنطقه سليمان النابلسي اشتغلنا فيها كثير ترى بالمناسبه انا بودي رساله لصديقي واخوي احنا في رمضان في منطقه سليمان النابلسي ومن حولها مركبين 45 لمبه و12 وحده نعم لكن يعني ان شاء الله ان شاء الله انا متاكد انه راح تنحل المشاكل عندنا ايضا راح نشوف تقرير عن هدم المجمع القديم واصحاب المحلات ورايهم وايضا تحول المجمع لمكب نفايات ايضا من الملاحظات اسمع التقرير تطلعش علي اذا تقرير شباب خلينا نسمع التقرير هذا بالنسبة لمشروع وسط المدينة هذا قائم من 10 سنوات والكل بعلم به أصحاب الأملاك عرضت عليهم البلدية تعويض ورفضوا التعويض ولجوا للقضاء للمحكمة وما هدت البلدية أي حجر إلا بعد قرار المحكمة وبعد أصحاب الأملاك ما قبضوا ثمن أملاكهم بالنسبة للمستأجرين وعدوهم يعطوهم محلات بديلة وصرفوا لهم تعويض مقدار الأجار سنة ونص في ناس شتت في ناس مش قادر يستأجر محل المحلات ارتفعت من 100 ليرة ل 500 ليرة المحل كان يسوى خلوه 10,000 ليرة صار 40,000 ليرة الناس تنام بالدار وناس قاعد بالسجن وناس متنطر الله احنا والله متضررين من مجمع طارق الزياد بالنسبة للمحل اللي انتقلنا كان في البداية
مفاوضات على اساس انه يكون توفير مواقع بديله للتجار، لان البلديه يعني ما اوفت بوعدها. شايف كان المفروض يامنوا محلات بديله ينتقلوا لها التجار حتى يكتمل الموقع الدائم وننتقل هناك. اللي صار انه ظلين البلديه السنين الماضيه نروح على اساس الرخص، ما ياخذوا من الاجارات ولا ياخذوا من رخصوا لنا ولا رخصوا لنا. حطونا تحت الامر الواقع طبعا، سامحونا بالثلاث سنوات الماضيه شايف، وما كانش في توفير من الموقع البديل. التجار طبعا في منهم تعرض لانتكاسات، كون على التزامات وشكات وما شكات شايف، تعويضهم مكان مجزي يعني يعني بالنسبه للبلديه. المفروض زي هيك البلديه المفروض تعطينا تعويض مجزي، اللي بده يكمل خلينا نقول بالتجاره مثلا يكمل، ما بدهوش خلينا نقول يسكر التزامات الشكات اللي عليه ويبلش يعني محل جديد. انا لما انتقل محل كنت فيه لمحل جديد لو على مسافه 50 متر كان لي الان ببلش من الصفر، عرفت علي كيف؟ بدك زباينك يدلوا محلك ويعرفوا شايف كيف؟ فبالبدايه والله انه تغلبنا يعني تقريبا قاعده شهرين الله اعلم كيف بحاله كيف الواحد دبر حاله. اللي بنطلب يعني بسرعه التنفيذ، هم وعدونا اصلا المحلات شايف، بس محلات اقل مساحه من المحلات القديمه وحاسبون على اساس جره المثل. مع الامكان البلديه رايحه لما قعدنا معهم اول مره نفس الاجره القديمه بزياده شيء بسيط. فالمشكله متفقين وقعنا معهم ما كان الحكي هذا مضبوط يعني، اعطونا على اساس اجره المثل كيف زائد ناقص من 20 ل 30% عن اجره المحلات اللي حوالينا، والحكي طبعا ما تنفذش. حبر على ورقي على ما نحطش عبارة عن حكي بالهواء والله وكيله. ونتأمل لأنه إحنا مع تطوير وسط المدينة، بس مش على حساب رزقتنا ورزقة أولادنا ورزقة عرفت علي كيف؟ البلدية قالت نطلع من محلات مقابل لكم تعويض ترجعوا على محلاتكم نفسها، والمشروع هذا بعشرين ثمانية خلونا من محلاتنا واضطرينا نأخذ محلات وندفع خلوات لأصحاب الملك. استأجرنا محلات عبنا أن البلدية ترجعنا بعد سنة ونص لسنتين مدة العطاء، والعطاء صار له أربعة أشهر طالعين من المحلات ما سوت شيء البلدين، هي عبارة عن مكرهة صحية صارت المجمع. لا بي قرار أخذوه بتنفيذ المشروع، كل يوم يقولوا أنه بلشنا وما بلشناش من المشروع. وشغلة ثانية بدنا نشوف إمتى هذا بيعود علينا، يعني شو إمتى بتهز المشروع، إمتى بنرجع موقعنا، بس هذا هو المطلوب منه. ما في أي شيء سوونا إياه البلدية خلاف فيك. تقريبا 55 أسرة ضررت من المشروع، في ناس لقى يعني قدر يلاقي محل بديل، في ناس ما لقى نهائيا، هي قاعد ببيته يعني ما في أي له مصلحة ومصدر دخل كان له هذا بس محله يعني مكان عمله، خلاف فيك ما في. إذن مهندس خالد رئيس بلدية السلط الكبرى، لماذا يعني قررتوا هدم المجمع القديم؟ هل في تأخر زي ما أشارت بعض الملاحظات، أرزاق الناس، التعويضات؟ يعني باعتقادي الموضوع كله ستتحدث عنه بتفصيل. أول شيء يعني أنا أقول إنه هذا المشروع عمره 10 سنوات. نعم. وتم هدم جزء من مدرسة طارق بن زياد، وكان مكرها صحية بالمعنى الحقيقي. هلا مع عندما كانت اللي بيقول انه البلديه طلبت منهم توفر بلديه بديل، انا دائما بقول انه سهل انه من سبقنا، طبعا كل اللي بيحكوا عنه هي تاريخ قديم قبل الناتي. نعم هو ارث يعني 10 سنوات. هلا لما جينا احنا اجتمعنا مع المواطن قلنا لهم يا اخوان، قالوا انه انتم البلديه بتامن بديل، قلت هذا قضيه غير مش صحيحه لانه اللي وعدكم مش صادق. حلو. ما في شيء اسمه تأمين بديل لسبب واحد، أين سيؤمن البديل؟ البديل للشيء وسط البلد بمساواته أن يكون وسط البلد، طب وين أنا بقدر أأمن بديل لوسط البلد؟ هذا حكي كانت عبارة عن أوراق، كانت كلام يتلى في الهواء تخدير. هلا إخواننا المعذرة، ما تم إعطاهم، أولا تم إعفائهم من 4 سنوات أجور. اثنين تم إعفائهم من 4 سنوات ترخيص بغراماتهم. نعم هذا في حال اخذ الجديد قصدك؟ هلا عشان بعد التعويض اللي اعطيناهم اياه تعويضات. طيب ثلاثة تم اعطاهم سنة ونص ولهم نص سنة كمان اضافية ستدفع يعني حسبها يعني سنتين. فانت كانك انت معطيهم 6 سنوات اجور. حلو. اثنين هلا بيقول انه احنا راح نطلع وراح ناخذ طلعنا برا. هلا الموقع الحالي هو عبارة كان مكرهة صحية وكان عملية اكتظاظ
ولا يستطيع المواطن أن يدخل. فالمنطقة التجارية كانت شبه مغلقة، يعني الإنجاز فيها بسيط والإمكانية الوصول إلى صعبة بسبب الضغط المروري. المشروع هذا سيؤمن أو يستوسع للشوارع. نعم. اثنين، كل واحد طلع يا أخوان أخذ له مشروع موقع بديل، وللعلم المساحات اللي أخذوها أكبر من المساحات القائمة. أنت تعرف الدكانة اللي كانت بالصلد، هلا أقل شيء 24 متر مربع، وكان أكبر شيء هي منطقة محددة المخبز اللي هو مساحته كبيرة. نعم. وأعطيه كالتالي: أولا ستأخذ المحلات بدون خلوات. هلا اللي هو كان دافعه بالمحلات القديمة 5000، هلا الخلوات القديمة الجديدة ستكون 50,000 دينار، فإحنا أعفينا كامل. يعني أنت عم تعطي، يعني كأنك أعطيت خلال السنوات رفعت قيمة خلوه من 5,000 إلى 50,000 دينار. والمحل له. والمحل له. ثلاثة، كل الإخوان المواطنين اللي موجودين حاليا تم كل واحد طلب رخصة في أي منطقة أعطينا، وبالتالي شبه رجعوا لكل المحلات والحمد لله أمورهم مريحة. بخصوص العطاء، العطاء إحنا طبعا تم تصميمه وصمم على أعلى مستوى دولي، و22 خبير دولي اشتغلوا فيه. هدفه الأساس أول شيء حل الأزمة المرورية جزئيا في تلك المنطقة. اثنين، توفير مواقف للسيارات. انت بتعرف انه عندنا بتصف سيارتك بتروح تلاقيش محل، فوفرنا مواقف للسيارات حتى المواطن يستطيع انه يصف سيارته وياخذ اغراضه ويطلع. ثلاثه، المكاره الصحيه بتتم معالجتها. اربعه، سيتم اعطاء محلات تجاريه للاخوان اللي طلعوا بديله عنها. خمسه، راح نامن ملاعب للاطفال في تلك المنطقه، مسارح مفتوحه، جلسات، مساحات خضراء، يعني نوافير ومنظر جمالي مختلف. يعني ما واهم شيء انه سيتم توسعة شارع الميدان بإضافة مسربين اضافيات، توسعة شارع سعيد الصليبي اللي هو اللي يسمى وشارع الاشغال العام القديم. نعم. سيتم وسيتم تأمين مواقف لباصات السياحية في تلك المنطقة. نعم. فوق كل الحكي سيتم إعادة تأهيل كل الواجهات المطلة على المبنى. نعم. وسيتم تحويل جزء من هاي الشوارع لشوارع مشاة. فأنت لما تدخل على المدينة، سؤالهم متى؟ هلا سؤالهم متى؟ جوابي أنه هذا تم تصميمه. تم اختيار 6 شركات دولية على مستوى عالي، لأنهم هاي المشروع لا تستطيع أي شركة تكون فيه. تم إحالة العطاء، واليوم كانت النهاية انه اعطينا المقاول بامر مباشره ب 1/1/2015 يبدا بالمشروع. طبعا سبقوا المشروع. متى سينتهي مهندس خالد؟ 18 شهر. 18 سينتهي في شهر 6/2000. نعم. 2016. نعم. الاخوان يعلموا ولايه المجلس كانه بنفس الوقت. نعم. الاخوان بيعلموا انه رافق هذا الحكي بعد ما طلعوا 15/8. طبعا ما طلعوش 15/8. انا بحكيه علنا. كثير ناس تاخروا، ما زال في مبنى ان شاء الله اليوم انهينا اخر شيء وصار الاتفاق ووقعنا. تم هد المباني وازالته. هل هذا المشروع كمان للعلم من الاهميه بمكان العلم، انه احنا في عنا عبارات تصريف مياه عمرها 100 سنة هلا متهالكه بلشت تنهار، فكمان سيقوم بحل مشكله العبارات الرئيسية للمدينة. تعلم أنه جريان المياه قديش. هذا كل الحكي هنا تم معالجته. والقضية الأساس أنه هذا إذا بتفوت على الصلب بتشعر أنه الأفق انفتح. وهذا أفق المدينة سيعود، سيعود ماضي المدينة الجميل إليها. إخواننا يعني اطمئنوا أنه إحنا إن شاء الله ب1/1 سيبدأ العمل المشروع وما فيش مشكلة. نعم. جميل جميل. نعم. فيما يتعلق ربما يعني الله يعينك على 18 شهر يعني بطريقه او باخرى، لانه الناس بتشكي اثناء يعني بالاردن ترى مهندس بيطالبوك بالمشروع. اذا بديت بالمشروع اثناء تنفيذه بنتقدوك، بدهم حلول بسيطه. احنا قلوبنا واسعه، وهذا هذا اللي راح نشوفه بعد شوي في قصه مدخل المدينه. اذا كان مقطع مدخل المدينه جاهز والتحويله اللي صارت هناك، يا ريت نشوفهم بعد اذنكم اذا جهزات من الشباب اللي بالاخراج. نعم. طيب خلينا حتى جهزوا التقرير نسأل عن قصة البسطات، كيف تعاملت معها بالصلب؟ سيدي الكريم، يعني احنا خلينا نحكي قايمة قامتها بالأردن ماي. يا سيدي احنا بجوز اليوم اخواننا اجوا شافوا موضوع البسطات. احنا حاولنا بمدينة الصلب ان لا نكون حديين في التعامل، وحاولنا دائما ان لا نلجأ للحل العنيف، وما زلنا نحاول الحكي.
هلا احنا على الاقل من بدايه وجودنا لليوم احنا خففنا بكم كبير من الواسطات. اثنين يعني بجوز من كان يضع كشكات بالبدايه كنا ننذر هلا صارت القرار الازاله مباشره، يعني احنا بجوز من من من, من 8 اشهر اليوم احنا شايلين حوالي اكثر من 70 كشك كان المفروض انه ينزل بالسلط وراحوا. هلا اليوم كانت في لدينا حمله البسطات ستنتهي من المدينه، لكن احنا دائما بنقول يجب ان نوجد اماكن للناس حتى تترزق بديلي حتى تترزق يعني قدر الامكان. هلا للعلم خلينا نصنف ثنتين، في ناس فعلا يسعى من هذه البسطات للرزق، وفي ناس عباره عن اليه لاصطياد الناس، فاحنا اي سلوك غير سوي في التعامل بالبسطات سنعالجه بقوه. هلا المواطن لما في عندنا مواقع احنا ان شاء الله خلال في الفتره القريبه ستكون هناك ان شاء الله سوق شعبي لخدمه الناس ان شاء الله ان شاء الله ويرضي الناس وتروح عليه. نعم. يعني نعم. يعني وتنحل مشكله البسطات. ناخذ اتصالين بعد اذنك مهندس خالد. معنا الاخ سامر الزعمط. تفضل اخوي سامر. مساء الخير. مساء النور. هلا اخوي سامر تفضل. بحب امسي عليكم ومسي على الاستاذ خالد على ضيفك. مسيك منوار النبي اخوي تفضل. الله يسعدك. بدي اغلبك، انا مقدم طلب لتعبيد شارع، فتح تعبيد شارع بمنطقه زي عرقوب المصلى. نعم. وين بالضبط بزي؟ عرقوب المصلى. عرقوب المصلى. نعم 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 نعم. وما زفتوا لك اياه بعدهم؟ فصار لي سنتين تقريبا مقدم الطلب، رحنا على الشباب رجعناهم قبل اسبوعين. شو قالوا لك؟ بيحكوا لنا انه العطاء تقريبا رسي على شركه. نعم. فبدي اسال الاستاذ خالد اطمن منه امتى ببلشوا لنا فيها؟ راح يطمنك، خليك على هو. شو بالنسبه ل هلا بس بدي اقول له احنا عندنا 53 مليون دينار كلفه الشوارع تسويتها. نعم. صرنا مشتغلين حوالي 10 مليون وهذا رقم فلك. نعم. هلا اللي تفضل عليه المنطقه، في عندنا بمنطقه عرقوب المصلى طبعا نزلنا العطاء 3 مرات، لكن الحمد لله رب العالمين من اسبوع يعني رشي العطاء على طبعا هلا بمرحله الاساءه. يعني تعلمون انه هسه موسم شتاء، بتصور انه بشهر 2 راح يكون مباشره في منطقه زي وعرقوب المصلى، وفي عندنا عطائين، عطاء لقصبه المدينه قيمته حوالي 680 الف دينار، ولدينا عطاء اخر اللي هي في المناطق 300. يعني سامر طمنت هيك خلاص يعني. سامر بيعرف قديش تزفت في منطقه عرقوب المصلى. نعم. لكن تخلصش البلد بيوم طيب. بليل اذا سامر خلاص، هاي رئيس البلديه قال لك العطاء رسى، وشكرا لك يا سامر الزعمط. معنا الاخ زيد الزعبي، تفضل اخوي زيد. هلا مساء الخير. يا مرحبا مساء النور. هلا اخوي زيد. عطوف اخوي ابو المعطفى. الله يسلمك يا هلا. انا بالمناسبه حبيت احكي وبشاهد الحلقه، وحبيت اشكر اخونا ابو المعطفى مع كل الخدمات اللي حكى عنها وتقدم فيها. الله يحييك. وما بحكي كعضو مجلس بلدي، بحكي كمواطن. انت عضو مجلس بلدي يا اخوي زيد؟ نعم عضو المنطقه زي علان. انا علان. وتزاملت انا واخوي ابو المعطفى من بدايه الخدمه. وشهادتي اخوي زيد، شهادتي فيه مجروحه شويه اخوي زيد. احنا نقبلها اليوم، يلا مشيناها. لا لا انا قاعد بحكي لك، بحكي كمواطن مش كعضو منطقه. صحيح صار في نقله نوعيه على مستوى المحافظه وعلى مستوى المناطق، في تقدم، في رضا داخلي. يعني انا كعضو منطقه من ناحيه الاناره ومن ناحيه الخدمات الاساسيه اللي تفضل فيها اخوي ابو المعتصم. نعم. فحبيت اشارك كمواطن وليس كعضو منطقه. شكرا اخوي زيد الزعبي. شكرا شكرا. اكيد علان مبسوطه معنا. طيب مهندس خالد من مجلس البلدي، كيف علاقتك فيه؟ الصحيح انا بدي اسجل انه يعني من اكثر المجالس تجانسا، احنا بتعرف بنسمع في كل مناطق المملكه، من اكثر المناطق تجانسا كمجلس نعم. بلدي احنا في بلديه السلطه. الحمد لله رب العالمين. لسبب واحد انه يعني بنحاول ان نكون عادلين بالتوزيع. اثنين يعني تعلم انه عندما يشعر عضو المجلس البلدي انه الخدمه تقدم يعني يرتاح. نعم. هلا ثلاثه، من اللحظة الأولى حطينا أطر للتعامل بحيث يكون ليس محاباة لأحد. فيعني قضية أنك تسحب الواسطات نوعا ما وبالسلط وتشعر المواطن أنه لا، بصراحة أنا مش بدي أقول صعبة، لكن فعلا تمت. وفقنا بطريقة كبيرة جدا. هلأ بيجي بدخل المواطن بشعر أنه قضيته مستجابة، ما بضطر يروح يلجأ لواحد غير أو قضيته غلط. بالمناسبة احنا بنقول له اذا غلط مهما كانت الواسطة راح تبقى يعني غلط. شغالين كفريق واحد. نعم. ما بيشعر بعض الاعضاء بالتهميش هيك سمعتنا يا سيدي؟ انا ما في شيء اسمه تهميش. شوف اقول لك شغلة، احنا لا نتنازع السلطات. لما كل واحد يعرف دوره ما بتختلف. حلو.
اولا كم عضو عندك انت ابو؟ عندي 18 اولا احنا يعني بنقول كالتالي، اداره العمل اليومي في البلديه والموظفين هي مسؤوليه رئيس البلديه. صحيح. السياسات والمشاريع سواء الرأسمالية أو الاستثمارية ووضع الأطر العامة للعمل هو عبارة عن سياسة تصوغها المجلس البلدي، والمسؤول عن تنفيذها قبل كل شيء وبعد كل شيء هو رئيس البلدية. هذا هو القانون، هذا التشريع. هلأ لما الناس تيجي تدخل بطريقة غلط تشعر غلط. هلأ إذا أنا بده يجي أي واحد يقول لي لو سمحت ودي الورشة على مكان ودي المرشة على مكان، ساعتها بصير غلط بالشغل. لكن لما تكون بصير في 18 ساعة الإدارة هلا إذا في واحد بشعر إنه مهمش أنا ما بهمش حدا. أنا بقول أصول العمل أن يتم بالطريقة الصح. لذلك في توافق كبير، لأنه الإخوان بيعرفوا في بعض إخواننا زملاء بيجوا مواطنين بطلب منهم شغلة بقول له خلال أسبوعين تصلك، مع إنه مش بيحكي ليش أو بيحكي، لكن يعلم إنه فعلا خلال أسبوعين تصلوا الخدمة. فهو صار يسبق يقول له فاهمين على بعض يعني. طيب هذا إشي كويس. إذا بدنا نروح على مدخل المدينة، عندنا برضو تقرير إحنا وياك نتابعه ونناقش قصة مدخل المدينة. ترى التصوير ساعة الظهرية ما كانش في أزمة يعني في يعني الصبح بترحل السلط على عمان، نعم، وبعد 3:30 بترجع السلط. شو اللي خلاك تبلش مدخل المدينة دي مهندس خالد؟ يا سيدي هذا شو اللي خلاك تروح للمشروع صراحة؟ يعني الكل يعلم إنه مدخل مدينة السلط أو مداخل مدينة السلط كلها تشكل عائق كبير لتطور المدينة. نعم. إذا بدنا نتدرج من عمان، دخول السلط من صويلح هو مأساة. في أزمة صحيح. مأساة. صحيح. هلا خلينا نحط المشاكل فيها. ونسعى حاليا لإيجاد مدخل بديل. نعم حلو. اثنين، عندما كنا ندخل السلط نصل لما يسمى دبابنة. إشارة دبابنة. هذا تعلم كانت الإشارة الضوئية الصبح تسكر 4 مرات عليه. لأنه زي ما تفضلت السلط الصبح ترحل على عمان. والمساء بترجع. كان لابد من إجراء علاجي من 5 سنوات على الأقل، إلا أن المشروع كان يتأجل يوما بعد يوم إلى أن أصبح حقيقة. اللي بنظر للمدينة لازم ننظر أنه إحنا يوميا لدينا زيادة كبيرة في عدد السيارات. صحيح. والكل يعلم أنه بالسلط قبل 5 سنوات كانت عدد السيارات اللي تدخل من السلط وبتخرج من السلط 50,000 سيارة دخول وخروج. هلا تعدى 62,000 سيارة، يعني خلال 5 سنوات صار في 12,000 سيارة زاد. صحيح. يعني كل سنة في عندي 2,400 سيارة تدخل جديدة. جابوا لك الأزمة عشان. نعم. هلا إذا بدك تفكر بالموضوع كان لابد من إجراء الحل. هلا الأزمة هاي أنا أقولها علنا هي قضية مفتعلة سببها السلوك غير الصح.
سيدي اللي الصورة اللي صورتوها أول الفيلم تنبئك عن نفسها. إذا لاحظت ناس كانوا يروحوا دغري وناس كانوا يطلعوا الطلعة اللي بتؤدي على 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 الزهور وناس كانوا يروحوا باتجاه وادي الخاخة. بس 90% من الناس مصرة أن تسلك الطريق غير مسمي تحويله. هذا المشروع الطريق الأقصر بالنسبة لهم. هي الأطول حاليا. الأطول حاليا. هلا يا سيدي. لو كان القرار إحنا بالنسبة لنا وطبعا أنا بحكي باسمنا لا نحكي كتعاونين إحنا وزارة الأشغال. كان الخيار الأول أن تغلق الشارع هذا نهائيا ساعتها المشروع بأخذ منه 8 أشهر. وكلفته أقل. صحيح. لكن وزير الأشغال العامة وصحيح حقيقة والبلدية سعت أن تبقي هذا الشارع مفتوح لغاية واحدة أن تخدم المواطن الساكن هناك وتخلي الرزق مستمر لأصحاب المحلات التجارية. صحيح صحيح. فأجت وزارة الأشغال العامة والبلدية وطبعا وزارة الأشغال صممت بشيء يسمى الشورينج. الشورينج اللي هو بدعم التربة لأنه في مناطق فيه حفر ستصل إلى 14 متر ونظام الشغل صعب جدا حتى يبقى الشارع مفتوحا. هلأ طب إذا إحنا مأمنين من الزهور طريق قبل الزهور في عنا طريق من عند الإشارة اللي بالترخيص بتنزل دغري بتوصل لنقب الدبور وفي عنا طريق لما تصل هذا المفترق بتروح إما على الشارع القائم حاليا واللي المواطن يسلكه أو باتجاه الزهور أو وادي الخاخة. روح على وادي الخاخة بتلاقيها فاضية. نعم. طب يا أخوان إذا 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 عندكم كان مدخل السلط ثلاث مسارب هلا في 6 مسارب ليش احنا مصرين على انه نسلك الطريق اللي فيها اكتظاظ؟ روح توزعه ما بصيرش مشكله. نعم. يعني هو سلوك بالاخير. نعم. طيب راح نرجع لقصه المدخل لكن في اتصالين يعني خلينا ناخذ نشط اخر الاخوه المواطنين. معنا الاخت ام مهند الذهبي. تفضلي اختي ام مهند. الاخت ام مهند تفضلي. ايوه تفضلي. أيوة. انت على الهواء اختي تفضلي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا بركاته. يا دادا بدي احكي واشارك في البرنامج. الله يحييك تفضلي ايش ملاحظتك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اول اشي بشكر رئيس بلديتنا. الله يسلمك. الله يحييك هاي بقول لك شكرا. الله يديمه فوق روسنا. الله يسلمك هلا ستي. بس بدي ملاحظه صغيره من ابو المعتصم لما بيطلع من باب البلديه. نعم. ينظر له نظرة قباله على شارع السلالم السفلي. نعم. انت ساكنة بالسلالم مهند؟ والله بدنا سور وهاي المقبرة اللي تحتينا عاملة لنا مشاكل كثيرة. بقول له بيشتغل فيها ولا لا هسه قاعدين؟ بقول لك بيشتغل فيها ابو المعتصم الان صحيح؟ والله ما قصروا الشباب يسووا شوية هالسور اللي انهد بالشتوية. بس بحكي بدنا سور مشان هالولاد الصغار مشان هالسيارات. طيب اشكرك ام مهند الذهبي. بدها سور ام مهند بدها سور اخذ ام مهند اذا هي اذا بتعرف. هلا احنا كل منطقه هاي عم نشتغل فيها تجميليا وقاعدين بنسوي مجسم لمدرسه الثانويه ثم سيكون فوقي شلال وفوق الشلال المنطقه اللي بتحكي فيها احنا ترى انشانا سور راح نستكمله يعني محلوله ان شاء الله. ناخذ ايضا اتصال اخر. الاخ خلف الطواهي تفضل اخوي خلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساك ويسعد مسا المهندس خالد الخشمان. يا مرحبا. يا هلا حبيبي. وجميع الحاضرين. يا سيدي عزيز احنا منطقة شرقة. نعم. احنا هسه الآن أصبح علينا تحويلتين. تحويلة السلط عمان وتحويلة منطقة بطنة. حلو. نعم. طيب شو مشكلتين هذول يعني؟ والمشكلة إنه الشوارع كلها خطيرة هاي التحويلة تبعت بطنة كلها منعطفات حادة يعني. نعم. اللي هي تحويلة بطنة من منطقة السيح ولغاية بداية المشروع شارع 60. ليش هاي التحويلة يا ابو المهندس؟ سيدي الكريم تفضل احكي ولا تفضل تفضل. في عندك شيء اخر خلف؟ نعم بدي احكي مع المهندس خالد عشان تفضل سامعك راح اجاوبك على هو تفضل احكي. مهندس خالد احنا منطقة شرق حي الحوز قرب مسجد ابو ذر الغفاري. في عندنا شارع قديم سيدي تزفت اول مره بس مره واحده واصبح كله حفر ومطبات. نعم. وراجعنا في منطقه البلديه وراجعنا عندك اتوقع اخوي راح لعندك اسمه عبد الله الطب. نعم. عشان هاي الدخله زفت وكل الدخلات اللي يعني خلينا نقول فيها تحيز.
اللي صوت معه جسد عنده واللي ما صوت معه. أنا اللي صوتت معي أنا تقصد أنت؟ منون متحيز يا أخوي خلاص. والله مدير منطقة يرقة اللي هو مشغول منطقة يرقة قرابته. طيب راح يجاوبك أبو المعتصم راح يجاوبك. حياك الله أخونا خلاص. أقدر على عنده وبرجيها إذا يحب يكشف عليها شخصي. بابه مفتوح تفضل عليه بأي لحظة أبدا أنا أبو المعتصم حياك الله أخوي خلف. نبدأ من عند خلف يعني. أخونا خلف يعني نبدأ أقول إنه التحويلات اللي أنشئت في طبعا هلا اللي يعلم المواطنين انه في فرق بين البلديه وبين الاشغال العامه. الاشغال العامه تقوم حاليا بتنفيذ الجزء الثاني من شارع الستين. نعم. وللعلم بدي اقول لاخوي خلف انه التحويلات اللي انشئت حاليا هي عباره عن مفخره للمدينه. يعني اول شيء تم اعتماد التحويلات من البلديه وتم تسفيتها من وزاره الاشغال العامه وبمساعده البلديه وتم توسعه الشوارع ووضع كل عناصر السلام المروري. وهسه احنا عندنا حوالي تركيب 220 وحدة إضافية و46 عمود إنارة عشان يعني في بعض المناطق بدها إنارة. فيعني أنا بدأ أختلف معه نوعا ما الوضع بخصوص حي الحاوي الشارع قديم وحفر ومطبات. يعني أنا بدأ أقول لأخوي خلف الطواهية إحنا ما تم تنفيذه حتى تاريخه في منطقة يرقى لوحدها 32 ألف متر مربع زفتة. هذولا كلفتهم حوالي 220 ألف دينار وفي حوالي 25 ألف متر. يعني بصراحة في نوعا ما يعني تنشن في المنطقة. يعني اضطرينا نطلع نشتغل في منطقة وسنعود. وهاي المنطقة اللي بحكي فيها من ضمن المنطقة اللي ستعود إليها. في عندنا حوالي 22 ألف متر زفتة ستعود إلى منطقة يرقة لانه يعني بدي اياك تدير بالك على يرقة. لا كلنا دايرين بالنا على يرقة. ام مهند خلص وعدناها نحل مشكله الجدار. ام مهند بتعرف انه عم نشتغل احنا لكن ما فيش شيء بنتي يوم وليله يعني بصراحه. والمنطقه اللي بتحكي فيها الصحيح انا بدي يعني اللي انصفها كان المفروض ينشا الجدار من جزء من 12 سنه 13 سنه. هلا احنا بلشنا بالجزء الاول خلصناه ومستمرين يعني بدك لانه احنا عندنا مجموعه ورش بتشتغل. نعم. وبصراحة يعني كمان الإمكانيات الموجودة بدك تتعامل بإمكانياتك. صحيح. لكن أم مهند إن شاء الله بتكون مبسوطة وبرتاح. إن شاء الله إن شاء الله. نأخذ كمان اتصال معنا الأخ أيمن كوكاش. تفضل أخوي أيمن. ألو مساء الخير. مساء النور يا هلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. نعم. تفضل. سيدي بحب بس أمسي عليكم في البداية وفي عندي ملاحظة بسيطة. تفضل. سامعني؟ نعم. تفضل أخوي أيمن أنت على الهواء صوتك طالع. تفضل. سيدي في عندي ملاحظة بالنسبة لمدخل مدينة السلط اللي هو شارع عمان السلط الرئيسي. نعم. لو يعني أبو المعتصم لو بس يلقي نظرة عليه بالليل بعد المغرب. هذا شارع رئيسي مدخل مدينة. كل اللي بصير عليه 100 حادث والسبب إنه ما في إنارة. ما في إنارة بالمرة. وين بالضبط فيش إنارة؟ وين بالضبط؟ شارع عمان السلط عند كافية يهبة معروف الشارع من المدخل. تحت ما في إنارة. صدقني إنه كل ليلة بصير أكثر من حدث. أنا سكان المنطقة على طلع بالموضوع. طيب أخوي أيمن راح تسمع الرد من منه. خليك معي على الخط. خليك أخي أيمن حبيبي بس بدي أقول لك شغلة. هذا الموقع تعلمون إنه الشارع النافذ الجزء هذا هو مسؤولية وزارة الأشغال العامة. كونه إنه يتم تنفيذ مشروع فيه. هلا المقاول لما بلش يشتغل في المنطقة تعرف الكوابل هذه سحبت لأنه فيها. هلا إذا بتلاحظ اليوم إحنا عنا منطقة إنارة لمنطقة اللي عند الإشارة الضوئية البلدية اللي هي كمان برضو ستنتهي والعمل جاري على تمديد خطوط جديدة لأنه يعني لما تبلش تشتغل في منطقة كمقاولين بيتم إخلاء كل الخدمات فيها. هلأ عم نعيد الإنشاء البنية التحتية وبتصور إحنا خلال أسبوعين ثلاثة ستعود الإنارة للمنطقة. وطبعا أنا بدي أقول لك شغلة هاي الموضوع هذا إحنا والوزارة الأشغال العامة وأنا بوجه شكر لمعالي وزير الأشغال العامة حقيقة إنه يعني عم بتعامل مع المسألة بمتابعة شديدة من قبله ومن قبل أمين عام الوزارة وكل الملاحظات اللي توردنا إحنا وياهم نسعى دائما لحلها. فإن شاء الله أخي أيمن هاي المنطقة هي المنطقة يعني إن شاء الله ستعالج مشكلتها لأنه زي ما قلت لك بدها كوالي جديدة وهلا شغالين فيها إن شاء الله. نعم يعني يا سيدي الله يعطيك العافية وأنا بحب كمان مرة أشيد بجهود الله يحييك أخونا أيمن. شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله شكرا. شكرا. لا أبو المعتصم شاطر يعني جاهز لك. يعني قبل ما نروح لفاصل بدنا يعني هل استقرت أمور المدخل الآن؟ الناس نوعا ما أنت حكيت في مشكلة ثقافية كانت وين تروح الناس بدأت تختصر. هل الآن خلاص توزعت على التحويلات؟ شايف الأمور أريح من البداية؟ يعني شوف أريح من البداية بس أنا بدي أقول شغلة. هلا إحنا المنطقة الأولى إذا لاحظوا إخوان بعد الشتوى قمنا بتوسيعتها. هلا وين بصار عنق الزجاجة؟
صنعك الزجاجة بعد الطلعة اللي بتطلع على قصر العدل مباشرة، هذه منطقة بتعرف أصلا المواطنين بيصطفوا بها عشان محلات الخضار. هلا هذول الإخواننا بيصطفوا وإخوان بدهم يمروا، يعني المعالجة مش سهلة. هلا إذا بدنا نحكي بمنطق الأمور، أنا ما بقدر أقطع رزق المحلات وأقول لهم سكروها وما مش أصلا الأول كانت مخنوقة زي هيك بالضبط أكثر من هيك صدقني أكثر من هيك. صحيح. هسا إخواننا أنا بقترع بقول لهم يا إخواننا بترجعكم توزعوا على وادي الخاخة والزهور وهنا، وصدقوني اللي بتأخر يجي راجعني. نعم. لكن إذا بنظلنا مصرين على موقع واحد أكيد راح نتغلب. نعم. واللي بتأخر وإذا في بصمة وكذا بتكفل فيها أبو المعتصم. نروح فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا معك بعد إذنك الكريم. إذن أعزائي المشاهدين نروح لفاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا مع المهندس خالد الخشمان عطوفة رئيس بلدية السلطة الكبرى. فاصل ثم نعود. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا لازلنا متواصلين معكم في استديو اليرموك وضيفنا المهندس خالد الخشمان عطوفة رئيس بلدية السلطة الكبرى. أهلا وسهلا بك مهندس خالد مرة أخرى. بدي أروح لقصة النظافة والنفايات والشباب عندهم تقرير، بعرف يسرك يسركيش بعرف. خلينا نشوف التقرير المتعلق بالنفايات يا أخوان.
أبو المعتصم يعني الرضا عن النظافة في السلط كبير، لكن يعني يعني أنا بدي أسأل سؤال. تفضل. كل السلط مصرين على أنه هالبقعة الصغيرة اللي عند مدرسة عقبة بالنافع اللي هي موقع الهدد والموقع الإزالة، وكانوا الشباب اليوم يشوفوا عندكم أنه إزالة، يعني هالصلت كله ما لقيته إلا الموقع اللي كنا نحكي عنه. ما كناش عادلين معكم أبو المعتصم. بس هو الإشادة العادل يقتضي أنه يعني نعم لازم جبنا المناطق نظيفة. صدقا أنه الصلت يعني هناك إشادة بقصة النظافة، لك كيف تعاملت معها؟ يعني نشوف قصة نجاح يعني حقيقي. وليش ترك هاي النقطة عشان نتفهم؟ يا سيدي أنا بدي أجاوب جواب هذا. أول شيء هذا الموقع هو موقع مدرسة عقبة بالنافع. الإخوان يعلموا بالصلت أنه من أول يوم استلمت فيها أنا نزلت اشتغلت فيها، نظفت المنطقة كلها. هذه يا إخوان المناطق اللي شفتوها الحفر هي عبارة عن العبارة القديمة اللي كنت قايل لكم سقطت. هلا هذا إحنا عندنا بالمشروع سنقوم بتنفيذه. اثنين، هاي الموقع اليوم احنا كان فيه لما الاخوان بيصوروا هذولا كان المفروض يصوروا انه احنا شو سوينا واحنا بهذا. هلا هذول عباره عن بسطات بيؤدوا الى 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 بؤر موجوده. هاي المنطقه اللي بتحكي فيها عباره بالنهايه يا اخوان منطقه حفريات ستغلق مطلقا اعتبارا من الاسبوع القادم. هلا الميه اللي بتنزل من الشوارع بدها تنزل في المنطقه وتبرك هون. صحيح. اثنين، بعض السلوكات هلا بتيجي ناس بالليل بيكبوا فيها مواد وفي عندنا اكثر من ثلاثة. هذا الموقع اللي احنا بنشير عليها بالصورة هاي هي عبارة عن خطوط مياه بتنضرب بتنزل في المنطقة هذه. هاي المنطقة هي منطقة عمل انتهت اعتبارا من 1/1 ستنتهي. وهاي اليوم كانت في مداهمة المنطقة كلها البسطات. ما في غير هذا الموقع وهاي العبارة القديمة اللي قلت لك هاي للسقوط انهارت وان شاء الله سيتم تنفيذ بدل منها. بالتالي انتم بنحكي عن 50 متر محيط اللي بنتعامل فيه. موضوع النظافة في مدينة السلط يعني للإنصاف وللحق يقال، ولا أنا بديش أدافع عن 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 البلدية، لكن الكل يشهد على أنه هناك نقلة نوعية في النظافة. نقلة نوعية غير مسبوقة في مدينة السلط، والحمد لله رب العالمين. مع أنه بالمناسبة نحن نعاني من مشكلة معدات، نعاني مشكلة اليوم البلدية الحمد لله رب العالمين أدخلت أسطول جديد فيها قلابات اثنين جداد اليوم دخلوا للعمل الحمد لله رب العالمين. شوف والله عندك معدات المعتصم بالصلاة. شوف حقيقة احنا لو بدنا نحسب المعدات في انا عندي 12 ضاغطة او خلينا نقول 13 ضاغطة. 13 ضاغطة منهم 5 ضاغطات وزنها وهي فاضية اكثر من تحملها وبالتالي لا تستخدم. كان لدي اربع ديانات ادخلت انا 6 ديانات جداد هذول. صار عندنا 10 ديانات هسه بتشتغل. هلا ان شاء الله خلال هذا العام هلا عندي انا في كمان ديانتين تم التعاقد عليهم ستدخل العمل خلال اسبوعين للمدينه وان شاء الله راح تصلنا ضاغطه جديده اضافيه. هلا بالمجمل انت بتتحدث عن السلط وضواحيها، بتحكي عن 8 مناطق زائد السلط. هلا احنا عشان نتعامل مع النظافه صح اجينا قسمنا مدينه السلط كمدينه الى 8 قطاعات. القصبه قصدك؟ القصبه. نعم 8 قطاعات وطبعا المناطق الاخرى 8، فصار عندي 16 قطاع للتنظيف. تم اتخاذ اجراءات كالتالي: الاليات، تم تحديد كل منطقه لها الياتها، معداتها، عمالها، ضاغطاتها، دياناتها بكامل تفاصيلها، مراقبينها، وتم تحديد لكل عامل من العمال بيبدا بنقطه الف ينتهي بنقطه باء. فصارت عمليه السيطره على الموضوع واضحه. اثنين، هلا انا الاليات لما تطلع عندي تنطلق الساعه 7 صباحا بتروح تعبي الديزل وتنطلق. هلا معروف مسار كل ضاغطه او كل ديانه مسارها محدد. المفروض انه هاي المسار باخذ من النقطه الف للنقطه باء 4 ساعات. هلا اذا العامل او السياره اختصرتها بثلاث ساعات معناته في شيء خطا. في خلل اللي هو انه قد لا يكون اخذ كل البراميل وكل وكل الحاويات او انه في سرعه غير طبيعيه بالاداء وبالتالي ترك مواد. واذا تاخرت عن 4 ساعات صارت 5 ساعات معناته في عندي مشكله فعمليه ضبطها. فاحنا بنقول هلا صارت عندي الضاغطات لها جوله اولى وجوله ثانيه وجوله ثالثه وهذا الحكي ما كانوا بحياته بالصوت في اوقات كلا. المواطنين بيطلعوا النفايات هلا هذا الموضوع يعني سوينا حمله للمواطنين اخواننا المواطنين وقلنا لهم تعالوا نتعامل بسموه دور تو دور. دور تو دور يعني انت انا بموعد الساعه 9 صباحا اطلع نفاياتك انا 9 بكون عندك. هلا في عندنا مشروع جديد هو التخلص من النفايات الصلبه. المشروع هو عباره عن 4 اجزاء. الاول
أجينا على منطقة الأدراج بدنا نسوي نظام الشجرة. يعني كل ست منازل بنسوي لهم عبارة عن عمود عليه ست باسكتس يعني نقول يقولوا السلطية بحكي إنجليزي هسه ست سلال عشان كل بيت يعرف إنه هاي سلته، فبالتالي أنا بزم السلة بيجي المواطن بحطها بسلته، فهي مناطق الأدراج. اثنين، راح نيجي على مناطق الأساسية نسوي منطقة جمالية حول يعني حول الحاوية، راح نزرع المنطقة ونسوي. ثلاثة، في منطقة عند جامع عمر بن الخطاب برأس الميدان راح نسوي لأول مرة غرفة للنفايات. لن ترى النفايات شو اسمه الحاويات، الحاويات ستكون في غرف، الغرف إلها ثلاثة شبابيك من جهة برداداتها وثلاثة شبابيك من جهة الأخرى، يقسم النفايات. فبصيروا بالست حاويات، بيجي أنت بتزت النفايات من الباب الرداد تسقط وين؟ بالحاوية. الحاوية هاي موجودة على على سكة، بتيجي الضاغطة تسحبها بتحطها وبتنظفها. فإحنا هذا المشروع سنباشر بخطوة أولى بإيجاد غرفة للنفايات في الميدان عند جامع عمر الخطاب. نعم. طيب نأخذ اتصال بعد إذنك عطوفتك، معنا الأخ حسين غنيمات. تفضل أخوي حسين. ألو، مساء الخير. مساء النور. كيف الحال يا سيدي؟ الله يحييك، علينا صوتك أخوي حسين. أنا سيد خالد خشمان. يا مرحبا يا سيدي، تفضل. وجهوده مشكورة والله، يعطينا عافية. الله يعافيك سلمك. تفضل أخوي حسين. حسين، الو، تفضل انت على الهواء، اسمعنا من التلفون وانسى التلفزيون. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء النور. ملاحظتك سؤال ابو المعتز، اول شيء اهلا وسهلا والله يعطيه العافيه على التغييره اللي سوى لنا اياها بالبلد. الله نعم. يسلمك. بس يا سيدي في عندنا شويه مشاكل احنا. تفضل تفضل. هي شارع الصافح، نعم، عند مدخل الدفاع المدني. نعم. الشتوى هاي اللي اجت حفرت الشارع تحفير كامل من اوله لاخره. بعدين نزلت حي المخلفات. على اليمين ما فيش كندرين، والنزله صعبه جدا ومحفره كثير، يعني اذا التقن سيارتين مع بعض على نفس النزله في مشكله. والمطبات الثانيه هي في مطبين عند جامعه البلقة عاليه جدا، اذا في رسايك تكسير طبعا. إذا بكون محمل ثلاثة معي بالسيارة من وراء وطلعت من فوق المطب، إلا غير السيارة تحط بالمطب. طيب. ففي شوارع يعني. ولا يهمك، راح يجاوبك، راح يجاوبك. طيب. ممتاز كثير الخدمة والحمد لله رب العالمين، وجهوده نيرة السيد خالد. نعم. طيب. والنظافة ما شاء الله غير شكل. الحمد لله رب العالمين. بس في بعض الشغلات يعني هالمطبات وهالجور. بتيجي تصير سلطة المية. مشكور أخونا حسين، راح يجاوب عليها المهندس. وتسحب حالها وبتظلها رايحة. الله يحييك، الله يحييك أخونا حسين. حبيبي الله يسعدك. يا مرحبا. سأبدأ حيث انتهى أخونا حسين. نعم. إذا بآخر حديثه قال إنه سلطة المياه بتحفر بضراجة. نعم. هلا مشكلة شارع الصافح سيدي الكريم، هذا الشارع من أول الشوارع اللي مقرر له إنه نزفته. نعم. لكن للأسف الشديد، وهي إخواننا بيسمعوني في السلط كله وبيعرفوا، كل يوم بضرب خط مي فيه. وهسه في بجوز 14-15 حفره معالجه صافي طلوع كله مش طلوع. نعم. فكتبنا لاخواننا في سلطه المياه انه يا اخوان هذا الشارع بحاجه الى تغيير خط المياه. مش معقول اخي عمر الله طول عمرك. نعم. اجي ازفت شارع وانا اعلم انه كل الخطوط المي ضاربه فيها. فطلبنا منهم، وهسه اجى مدير جديد بسلطه المياه، وصحيح اخونا متعاون جدا، وحكينا له الحكي هذا، وان شاء الله من احد الاولويات سيتم تنفيذ خط ميه مختلف. هلا بخصوص حي الخليفات، حي الخليفات تم تسويته بالكامل. هلا بموضوع الكندرين يا اخوان، انا عندي هلا مشروع كندرين قيمته 212 الف دينار يعمل في مدينه السلط. طبعا بلش هلا في وسط المدينه، صار في منطقه المنشيه وسيتوزع على كل المناطق، السلط ومناطقها. فيعني ما بنخلص الكندرين بيوم وليله. بعدين يا اخوان الكندرين عشان نحكي فيه، هي رصيف مسؤوليه المواطن. يعني كل بيت كل قطعه ارض، لكن بما انه في اراضي خاليه من البناء بتصفي انه ما في علاش كندرين. هلا البلديه يعني احنا تجاوزا ولحل قضيه تصريف المياه اكثر من انه الخدمه قاعدين بنركب كندرين في المناطق الفاضيه في هاش كندرين، لكن المشروع بده وقت يا اخوان. موضوع جامعه البلقاء، انا والله هاي جامعه البلقاء يا اخي يا عمر انا بدي 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 واسطه عندك للمواطنين. نفذنا مطبين مش عاليات
صار يقولوا كأنهن ما كأنهن مش مطبات. رحت عليت المطب بعدين عليته كيف؟ في منطقة عادي والزاوية اللي كانت في بيت تسقط عليه تسقط عليه السيارات عليته نوعا ما، واخواننا بيعرفوا حطيت هناك نيو جيرسي بارير يعني عبارة عن كتل خرسانية عشان ما يقعش فيه. طب يا اخوان 80% منه واطي و22% عشان ما تقعوش على المواطن، ليش تروح على الجهة العالية؟ وبعدين والله ما عندي ماكينة، ساعة انفخ المطب وساعة نزله. يعني مكسوم انا بوعد بوعد اخواني انه هذا المطب ساعالج الجزء اللي هاي، لكن بصراحة يعني تعلم واخونا يعلم انه قبل فترة صار حادث في تلك المنطقة اودى بحياة كثير من الناس، يعني لذلك بجوز نوعا ما اجينا بالمنطقة الخضراء رفعنا المطب شوي، لكن مين اللي كله 80% منه ممتاز. المطبات المدارس انا جتني كثير حديث، في عندك مشروع تحط مطبات عند المدارس في تشفيط وفي زعرنة؟ شوف سيدي اقول لك شغله، يعني انا اخواني انا هسه لو تروح البلدية تقرا قديش مطلوب مني مطبات في المدينة، طلبات رسمية 582 مطلب لحد الان، يعني امبارح اخر اثنين صرت 582. هل انا بقدر اجي اسوي بالسلط 502 مطب؟ طب اذا سويت 500 مطب بيسموني خالد المطب، تتذكروا كيف كانوا يعلقوا؟ لكن انا اخواننا بيعرفوا هلا بلشت في مواقع المدارس في المواقع المراكز الصحيه طبب حط عند المدارس هلا سيدي الكريم، يعني وزاره الاشغال الحامه حطت طبب على شارع عمان السلطه الرئيسي، اخواننا المواطنين خلعوها. هلا انا راح احط، بس مش راح احط كل واحد عند بيته عند بيته، كل واحد بيشعر انه هو الاهم. لكن قضيه التشحيط انا امبارح بالليل بجوز اخواننا لاحظوا عند المدرسه الشامله، طلعت بالليل صحيح. راقبت المنطقه وشفنا انه في فعلا تشحيط، وهلا اليوم اذا لاحظوا الشباب الموجودين في منطقه المدرسه الشامله نزلنا حجر كندرين حتى نفصل بجزيره وسطيه. هل المطب ظاهره حضاريه؟ المطب بالنهايه عباره عن يعني نتوء في جسم الشارع بيؤدي لضرر بالسيارات. اذا احنا اولادنا، انا بحكي عن اولادنا كلنا بحكي، اذا اولادنا ما بدهم يشتكوا السلوك الطيب مش معقول انا احول البلد لمطبات. لكن في المواقع الخطره احنا عندنا ان شاء الله بلش مشروع وسيستمر من هنا شهر 6 سيكون تقريبا في مواقع المدارس تحديدا مطبات. في المواقع اللي بنشعر انه فيها، لانه المعذره اخواننا بيعرفوا لما وسعنا الشوارع صار في تشحيط. طيب يا اخوان لا يعني يعني لازم نشعر انه سعة الشارع ايجابيه وليست سلبيه. نعم ناخذ اتصال معنا الاخ ناضل الرياحي، تفضل اخوي ناضل. الو تفضل تفضل انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزيزي اول تحيه لك وتحيه للضيف المهندس خالد. الله يحييك ويسلمك. في عندنا بس مشكله، انا بحكي معك من سكان الصمت، عندنا مشكله حوض ابو ساعد. شارع بجوز المهندس خالد ده بتذكره، توقعت اتفاقيه ما بين الاهالي وبلديه الصلط منذ العام 1999. نعم عفوا. هاي الاتفاقيه تنص على انه احنا الاهالي نساهم مع البلديه لقصور البلديه ماليا، بهذاك الوقت نساهم ماليا لفتح الشارع، وتم فتح الشارع على حساب الاهالي، ومنذ ذلك التاريخ 1999 مع الاستدعيات والمراجعات من الاهالي لبلديه الصلط، مع كل الاحترام لكل بلديه رئيس بلديه سابق الى المهندس خالد الموجود ضيف الحلقه، لم يتم تعبيد الشارع لغايه هذه اللحظه. والمهندس خالد زار هذا الشارع بثلجة العام، الثلج القوية، وكان معه عطفة المحافظ وتعهد لنا بأنه يتم معالجة هذا الشارع بحضور المحافظ، ولكن للأسف وعود تصرف ولكن لا يتم التنفيذ. نعم طيب خليك معنا أخ ناضل راح يجاوبك المهندس. أخي ناضل الأولى كان يحكي الجزء الآخر بالحقيقة. نعم ما هو الشوارع اللي فات هنا الإخوان ليست في موقعها الحقيقي، بالتالي يا إخوان معظم الأبنية اللي فوق السلطة، وبسمعني أخي ناضل، هي عبارة عن أبنية داخل الشارع. ولا في أخونا واحد من دار الزعبي يبني، ولما نزلنا حدوده اكتشفنا أنه الشارع اللي فاتحينه الإخوان زائد البلدية، أنا ما بحمل من المسؤولية، مسؤولية البلدية حقيقة هي في ليس موقعه. اثنين، الشارع المفتوح أخي الكريم هو عبارة من أصعب المناطق المشغولة. ثلاثة، وللأسف الشديد أنه الشارع ديد إند، وبنهاية الشارع المذكور اللي نزلنا احنا وياه في بيت. هلا احنا عمليا نظفنا المنطقة ويعلم كم مرة نزلت نظفت المنطقة، لكن يا اخوان حتى اعيد انشاء الشارع بحقيقته
بتفاصيله بدي حوالي ربع مليون دينار حتى تنحل هاي المشكله بالمنطقه. اثنين، هلا تضاريس الشارع يعلمها من اصعب تضاريس المنطقه، والشارع ضيق وابنيه في غير موقعه وابنيه في الشارع. هلا طالما البلديه فتحته والمواطن بنى بيته، مين اللي بيجي بيقدر يهد بيت مواطن حاليا بسبب خطأ بلدية؟ هاي واحد. اثنين، اخواننا بيعلموا انه برضو المنطقة اللي بتفضل فيها معظم الاضرار بالشوارع، انا بديش احمل غيري السبب، يعلمون انها هي مشكلة خطوط مياه تتضرب بصير في حفر. المنطقة بالمناسبة تتقسم لجزئين، بعد الطلعة بعد الاخواننا بسلطة المياه باتجاه يسارا ويمينا. يمين الشارع سعته التنظيمية 14 متر والمفتوح منه 5 متر، ويلزم جدران استنادية طولها حوالي 360 متر بارتفاع 7 متر. الإخوان يضربوهم بالأرقام، ميزانية السلطة الكبرى لا تستطيع أن تخلص مشكلة الشارع. الحل ولا يبقى الوضع على ما لا هلا إحنا عم نشتغل لكن الحل ما بيصير بيوم وليلة. هلا في مناطق نظفناها، في مناطق وسعناها، في مناطق بعدين الأخياء أخونا يعلم هلا سعة الفرادة 4.20 سنتي. لما بدها تفوت في مناطق سعة الشارع 3 متر، كيف بدها تشتري الفرادة؟ طيب، يعني احنا نشكر الأخ ناضل، يعني اللي بدها واحد الأخ ناضل احنا معاناة حي أبو ساعد. أنا للإنصاف حي أبو ساعد بصراحة يعني جماعة عندهم معاناة. بس أنا عم بحكي أنا بشتغل، أما نقول وعودات ما صارتش لا، احنا نظفنا الشارع. وساعدنا بترتيبات كله وعدينا له إنارة. لكن الى ان تحل المشكله او تخصص ميزانيه غير قادره عليها البلديه في الوقت الحالي، يا ريت والاهالي كلهم موافقين على تعبيد الشارع على وضعه الحالي حتى نقدر نتحرك. يا سيدي الكريم، يعني يا سيدي الكريم، انت اذا بتجيب لي اللي موافقت هلا انا اخذت الدور، كنت بالبيوت بيت فوت عليهم. اللي بيقول لي انا الي شارع الي بالشارع، رافض يعطينا سنتي، رافض يعطينا سنتي، اذا بحاجه لموافقه الجميع. طبعا بدي اشكرك اخ ناضل. الجميع موافق. طيب. يا سيدي جيب لي موافقتهم عليها وجهك، انا بكره بنزل لك. خلص جيب موافقتهم جميعا ابدا بحل هالمواد. شكرا لك اخونا ناضل الرياحي. شكرا لك. شكرا لك. يعني هلا حبيبي اهلا. احيانا الحديث عن التمويل والموازنه والاشياء هاي في البلقاء نت قرات او يعني شاهدنا لقاء لك مع السفيره الامريكيه. وبتعرف في لهم مشروع كبير بالزرقاء. مشروع، هل استفادت السلط من 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 هذه المناحه؟ هل استفادت من لقائك بالسفاره بالسفيره الامريكيه؟ يعني زي ما بقولوها، ما بتقول فول حتى ما بتقول فول تحطوه بالعدول. الشيخ المثل بيقول يعني السفير الأمريكية الخميس الماضي اجت ما لحقت تسوي لنا شيء. يعني في هلا احنا طرحنا شوف اقول لك شغله بمنتهى الصدق، احنا يعني دائما بيقول بترمي سنارتك 100 مره حتى تصطاد مره. حلو. هلا جاءت السفير الأمريكية وحطيناها بصوره بقضايا كثيره، منها اول شيء معاناه الاردن عامه، معاناه البلديات خاصه، معاناه بلديه السلط بتضاريسها الصعبه. كانت مهتمه ابو مصر. طبعا كانت مهتمه. الصحيح انا يعني بدي اسجل انه سمعت بشكل كبير وكانت حريصه على ان تسمع كل الملاحظات، سواء الخدمه، سواء قانون الانتخابات المقترح للبلديات واللي احنا مسجل عليه اعتراض كبير، سواء الصراع العربي الاسرائيلي، سواء نظرة المواطن للدولة لأمريكا كيف تكون، وحاولت أن تركز على ما هي القضايا الملحة في المدينة. تحدثنا فيها بموضوعين مهمات حتى نكون فيها، تحدثنا عن معالجة النفايات الصلبة وعن مشكلة الطاقة. يعني أنا بدي أقول 27% من موازنة بلدية السلط تذهب لإنارة الشوارع، وهو رقم فلكي بمعايير. تملك صلاحيات السفير المساعد؟ شعرت بشيء زي هيك؟ سيدي الكريم، انا يعني بجوز وجهت لها رساله واضحه. حتى تكون قريب من نبض الشعب، اذا انت فعلا بدك تغير النظره العامه، يجب ان يكون التقديم المساعده للجهات العامله. والبلديات سيدي الكريم، انتم مشروع الالفيه كبير بالزرقاء. هلا تحدي الالفيه، تحدي الالفيه في الزرقاء موجود. في مناطق كثير موجوده، لكن انا بدي اقول كمدينه الصلب لا يوجد اي مساعدات في هذا الموضوع ابدا. هلا احنا بالنهايه المطلوب ان نتقدم بما بكل شيء، وبالنهايه انا بتصور انه سمعت منا وقد تكون استجابه. كنت مرتاح باللقاء؟ شكلك مش مرتاح. لا والله كيف مش مرتاح، انا شوفي انا اللي انبسطني انها سمعت كل القضايا. واحنا طبعا احنا الرساله اللي نوصلها ليس خدماتيه فقط، وان كان خدمات اساس، لكن احنا كمان اصحاب قضيه لازم نوصل صوتنا بقضيتنا.
احنا قضيتنا العربيه والقضيه الفلسطينيه والمشاكل العامه وما يحدث في العالم العربي كمان بهمنا، لكن بالجانب الخدماتي سمعت بالتفاصيل وتم اعطائها كثير من الملاحظات، وركزنا على نقطه اساس ان هذه المدينه التراثيه يجب ان يتم اعاده الق التراث لها. السلطه الثقافيه نعم، وين عندك السلطه الثقافيه؟ خلينا نقسم القضيه لملفين. السلط كمدينه للثقافه بمفهوم الثقافه، يعني احنا المجلس البلدي الحالي سعى جدا ان يطور وجعل من اولى اولوياته اعاده النشاط الثقافي، والحمد لله رب العالمين وفقنا وصار هناك العديد من المهرجانات الثقافيه في المدينه، احنا والسياحه ووزاره الثقافه والبلديه نفسها، وعمليا عم تشجع كل القضايا الثقافيه الموجوده في المدينه. لكن انا هلا بدي اتحدث عن ملف الاهم اللي هو السلط مدينه التراث ومدينه الثقافه، ولدينا نسيج متميز سواء الوئام الديني، المسار التعليمي والمسار السياحي. السلط الآن فيها 657 موقع تراثي وبناء تراثي. هذه المواقع هي نتاجة حقبة تاريخية تسمى العصر الذهبي للمدينة اللي امتد من 1860 ولغاية 1920. هذه في 1982 كان هناك مسجل حوالي 2000 وشويه موقع تراثي وبناء، تصور بال 95 صفت على 657، يعني تم ازاله حوالي 1400 مبنى. هلا بخطوطنا الاساس اول شيء ترميم جزء من المباني واستخدامها، لانه مشروع السياحه الماضي والبلديه كان عباره عن ترميم من الخارج، لكن لم تعد بنفع لا اقتصادي ولا استخداماتي لهذه الابنيه. اثنين، احنا لدينا ملف مهم، السلط هي مدينة التراث الأردني، وبالتالي نحمل ملف أن يتم تسجيل السلط على قائمة التراث العالمي في اليونسكو. شو معنى الملف هذا؟ أول إشي طبيعة السلط الجغرافية تشكل حالة فريدة عالميا وقيمة عالمية مضافة، إنه منطقة مقامة على ثلاث جبال وواديين. اثنين، السلط عبارة عن زاخرة بالتراث، ولأول تعلمون انه في جرس، ما في منطقه تراثيه، في منطقه تاريخيه وفي اثار، لكن ما في سكان في المنطقه التاريخيه. صحيح. لكن السلط هي يختلط سكانها بيعيشوا في تراثها. فلذلك السلط هي المدينه المتحف، واطلقنا مشروع ايكو ميوزيوم اللي هو المدينه المتحف، تمهيدا لتقديم ملف لليونسكو بشهر 2/2016 لتسجيل السلط على مدن التراث العالمي. شو معنى الملف انه تسجله؟ اولا ستعرف السلط عالميا. اثنين، سيكون هناك مشاريع لتطوير المنطقة. ثلاثة، أن ينعش المنطقة اقتصاديا بسبب الحركة السياحية. أربعة، وهي الأهم، أن الدولة الأردنية لهذا الملف يجب أن تلتزم بالحفاظ على الأبنية التراثية وصيانتها. التزاما. التزام حكومي. نعم. طيب، حتى ننجح الملف هذا البلدية شو سوت هلا؟ أول شيء الكل يعلم أنه منطقة الوسط المدينة اللي هي حوالي مساحتها كيلومتر مربع، التنظيم قديم فيها، البيوت متلاصقة، أجل بال 1984 تنظيم وسع الشوارع، صارت كل الأبنية القديمة عبارة عن معتدي على الشوارع، وبالتالي المواطنين ما كانوا يرخصوا لأنه معتدي، شو تسوي؟ فيش حل. أول شيء سوينا كبلد مجلس بلدي، قمنا برفع مساحي لكل الشوارع القائمة، وثبتناها مساحيا ونزلناها، وألغينا كل التوسعات اللي تمت لأنه راح تأخذ كل الأبنية التراثية. هذا الحكي ثبتنا الأبنية التراثية ما انهدتش، حلينا مشكلة المواطن صار بده يرخص. ثلاثة، عفينا من إشي اسمه تلاصق الأبنية. السلط كان دائما الواحد يجيب من الجوات، فيش تهوية، ما فيش عنده كراجات، طب منين بده يجيب كراجات؟ فهذا الموضوع حلل. اثنين، أخذنا قرار ووضعنا أحكام تنظيمية خاصة بمدينة السلط وللوسط التراثي اللي هو حوض 67، بحيث نمنع البناء الإضافي اللي فوق الأبنية. اثنين، نمنع أي شغلة إحداث إضرار بالبلاد، تفعيل قانون حفظ التراث، والأهم من هيك شغلة أساسية إنه أعطينا للمواطن أدفان يعني إضافات تحل. طيب، يعني أنا باعتقاد إنه مشروع كبير بحاجة إلى جهد كبير. بدي أروح لاستطلاع، لكن قبل هيك بدي أسألك سؤال بدك تجاوبني عليه بسرعة. مكتبة بتفكر شيء مكتبة للسلط؟ في مكتبة للسلط، في مكتبة تطويرها؟ نعم، فكر فيها. طيب، نعم، موجودة. روح لاستطلاع، ماذا تعني لك السلط؟ وانت عبأت الرجلين نمشي عدينا
يعني إليه السلط الأم والأب والحضارة والتاريخ، وهي مولدي ومنشأي من خلقت أنا وأبائي وأجدادي. والله مدينة السلط يعني ربينا فيها وعشنا فيها، بتعني لنا كل شيء، تاريخنا القديم والحديث وكل شيء، يعني بتعني لنا كثير والله، بتعني لنا حياتنا، يعني بتعني لي الحياة وبتعني لي، أنا عايش مشانها طبعا، تاريخ الوالد وتاريخ الجد. أهلا وسهلا بكم بمدينة السلط، عاصمة الثقافة الأولى، عاصمة الأردن الأولى، كانت سفيرة وملتقى لجميع بلدان الحجاز. بتعني لنا يعني كل شيء، يعني تاريخية وحضارة وكل شيء. يعني مدينة السلط هي روحي ودمي وحياتي وكل شيء وكل شيء، وأحلى مدينة عندنا بالأردن كلها. السلط تعني إلي إنها شيء كبير في مقام مدن المملكة، وهذه السلط إلها إحنا ولدنا فيها وتربينا فيها، وهي السلط حبها يمشي في عروقنا، وهي يعني إشي كبير كبير، ولها المحبة الخالصة ولها المحبة عن كل مدن الأردن. السلط إنها قشان بالقلب مدقدقة. أنا بدي أختم معك بنص دقيقة، ماذا تعني لك السلط المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط؟ السلط بالنسبة لي نفس أستنشقه لتستمر لدي الحياة. نعم. وقطرة قطرة الماء التي أشتاق إليها كلما عطشت. خلاص بكفي. كفي. ترى أنا أكتب شعر بالسلط. نعم. ودائما إذا بتغزل بشيء بتغزل بمحبوبة اسمها السلط. نعم. فهي المحبوبة والأم. نعم، وهي معشوقتك. أشكرك المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط الكبرى، كان معنا في لقاء شيق. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك. شكرا على رحابة صدرك. إذا أعزائي المشاهدين، كنا اليوم في السلط، تصبحون على خير.